السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد النهاردة من ضمن سلسلة الفيديوهات اللي بتشرح أو بتوضح التسريبات اللي بتبقى موجودة في أجزاء التبريد والتكييف. معانا زي ما حضراتكم شايفين ده مكثف تلاجة، زي ما حضراتكم شايفين أدي التسريب واضح هنا، واضح ما ظهرش معانا إلا لما ضغطنا المكثف لوحده وحطيناه في مية زي ما حضراتكم ملاحظين كده في الصورة. وطبعا لو محتاج تعرف اماكن التسريبات اكتر في دوائر تبريد التكييف اشترك في القناة وفعل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.